طيب كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. والحقيقة امبارح كان في أحداث كتير، يمكن من أهمها نفي الحكومة إصدار عملة فئة 2 جنيه، وكمان تأكيدها أن التصميمات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وبعض المواقع مفبركة. كمان وزارة الداخلية عملت استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موسم الدراسة في كل أنحاء الجمهورية، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد إن التصميم المتداول للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدء إصدارها في شهر أكتوبر كلام غير صحيح، وشددت الحكومة على إنه لسه ما تحددش أي ميعاد لإصدار العملة الجديدة فئة 2 جنيه خصوصاً داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وإن كل التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة أصلاً. وأكدت كمان إنه هيتم الإعلان عن ميعاد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي أول ما يتم الانتهاء من تصميمها. امبارح أعلنت وزارة الداخلية قيام الأجهزة الأمنية بإنهاء استعدادها لموسم الدراسة من خلال مجموعة خطط أمنية بتعتمد على الانتشار الشرطي في محيط مجمعات المدارس والدفع بالشرطة النسائية بمحيط مدارس البنات. وحرصت وزارة الداخلية على الدفع برجال المرور في الطرق والشوارع المؤدية للمدارس لمنع أي تكدسات مرورية، فضلاً عن التواجد الشرطي المكثف في محطات مترو الأنفاق والتنسيق بين مأمور كل مركز واسم وإدارة المدارس. نروح لأخبار المحافظات المختلفة، لأن في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت أو حدثت بالأمس. يمكن أبرز هذه الأخبار احتفال المتحف الآتوني في المنيا بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات، وكمان من بين الأخبار اللي موجودة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة 170 مليون جنيه في محافظة أسيوط. ده بالإضافة لأخبار تانية كتيرة حصلت امبارح هنستعرضها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة كبيرة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، كان أبرزها احتفال المتحف الأتوني بالمنيا بمرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، وده من خلال تنظيم احتفالية ومعرض بعنوان حجر رشيد نقوش غيرت التاريخ، وده كان بالتعاون مع نادي المنيا الرياضي، وتم تصميم مجموعة من المستنسخات الأثرية على رأسها مستنسخ حجر رشيد وفيلم وثائقي وأعمال فنية. اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعلن البدء في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات على مساحة 24 فدان بتكلفة تبلغ 170 مليون جنيه تقريباً ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، واللي هيكون الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث وسائل التكنولوجيا والتصميمات العالمية. الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استقبلت الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لتفقد عدد من مشروعات الري الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وأكدت إن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية اللي بيتم تنفيذها على أرض المحافظة. رئاسة مدينة جمصة في محافظة الدقهلية أعلنت بشكل رسمي غلق شاطئ المدينة بالكامل مع انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، وهيستمر غلق الشاطئ بالكامل لحد إعادة الاستلام في أول شهر يونيو 2023، وده مع بداية موسم الصيف للحفاظ على الأرواح وحياة المواطنين. أعلنت جامعة طنطا حصول مجلة البحوث المحاسبية بكلية التجارة جامعة طنطا على المركز الأول عربياً من 13 مجلة في تخصص المحاسبة، والمركز العاشر عربياً من مجموع إجمالي في معامل أرسيف واللي عددها 1000 مجلة. الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف أعلن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية لاجودة مركز الفشن مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات، وتم الكشف على 1552 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص على تفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الهرم للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تغطية وتأهيل، وأكد المحافظ تقدم نسب التنفيذ والانتهاء منها بنسبة 80%. بدأت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن الاحتفالات بدأت وهتستمر لحد يوم الخميس اللي جاي 6 أكتوبر.